الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أرحب للأخ محافظ محافظة الجوف والأخوة المرافقين له الذي أتوا إلى هذه المنطقة منطقة الحفار الخشف. أولا يشرفنا بوجود الأخ المحافظ في هذه المنطقة حيث هو المسؤول الأول والصاحب الجهد الذي بدأ بهذا المشروع الخير لمحافظة الجوف، وهذا الجهد يعتبر له بصمة تاريخية لليمن كله بشكل عام وليس للمنطقة خاصة، وإنما ستكون هذه المصلحة لليمن كامل. وقبيلة آل مروان يقولوا أهلا وسهلا ويرحبوا بالمحافظ والمرافقين معه من محافظة المحافظة والحاضرين، ونشكره على جهوده المبذولة التي بذل من أجلها لكي ينتج لهذه المحافظة بشكل خاص.